مؤمنين أن غياب المعرفة كانت ولم تزل العائق الذي يقف أمام كل مشروعات التنمية، وأن نقص المعرفة هي الوقود الفعلي للعنف والإرهاب والقضاء على مستقبل هذا الوطن. ونحن نتبنى من خلال هذا المنتدى بما يضمه من مثقفين ومفكرين وسياسيين وفنانين وشخصيات عامة ومبدعين أهمية التصدي بشتى السبل لكل أشكال تزييف الوعي وغياب المعرفة.